ماذا يحتاج طفلك بجانب حبك؟ أن يكون دائماً مستعداً، أن يكون بصحة جيدة، أن يكون دائماً في المقدمة، أن يكون بطلاً، وذلك بحبك وتشجيعك وباختيار الحليب الأفضل لطفلك. تعرفي ليش حليب نادك الأفضل لطفلك؟ لأنه معبأ في عبوات تتراباك سهلة الفتح والغلق، وتحافظ على الحليب في درجات الحرارة المختلفة. ولأن حليب نادك يتعرض لدرجة حرارة عالية ولمدة قصيرة، حيث تقضي على البكتيريا بدون ما تأثر على الطعم ولا القيمة الغذائية للحليب. وبفضل عبوات تتراباك المغلفة بستة طبقات حماية، يظل الحليب محفوظاً بعيداً عن الهواء والضوء، ويحتفظ بقيمته وجودته لمدة 6 أشهر. عبوات تتراباك معتمدة من الجمعية السعودية لطب الأطفال. حليب نادك، بدون إضافات تحلى الابتسامات.